لأن ما يحدث فيه والله عبث، عبث بمعنى الكلمة. دولة مثل الجزائر بثقلها وقيمتها وفي ظروف صعيبة دايرة بيها أزمات، ليبيا في الأول أكشفتوا خطاب تبون في الأول وش قال، لن يحدث شيء في ليبيا، ليبيا لا يمكن إقصاء الجزائر من أي شيء في ليبيا، وبعد ذلك وين هي؟ عادت تركيا راهي موجودة في ليبيا، كل الدول موجودة في ليبيا، هم كانوا يتفاوضوا عوضوا في المغرب، بعدين رحبت تونس وراحوا الجناف، ما راحوش خلاص يتفاوضوا في الجزائر. وين راحت الجزائر هذه اللي من المفروض وهي أكبر دولة في المنطقة وعندها حدود مع ليبيا، أكثر من 900 كيلومتر حدود مع ليبيا، وين هي؟ وين هي تلك الخطابات؟ وين هو علاقة الجزائر مع فرنسا؟ تشفوا لما تعلن نتيجة، قالوا تبون، قالوا ماكرون راهو قال، قالوا ما نجاوبوش، وبعد ذلك قالوا كل واحد يسوق، وبعد جاوب، والآن ماكرون نثيق فيه وكذا وكذا ونزيه ويمدح في ماكرون. أنا نقول ماشي الجزائر تكون عندها تدخل في أزمات مع دول، ولكن نقول بأن الأمور تغيرت. يا جماعة أنا نشوف نقولها لكم، كي نقول لكم المؤسسة العسكرية حدث فيها تغيرات ما بعد القيد صالح، ما نكذبش عليكم، أنا نعرف القيد صالح ونعرف شنقريحة ونعرف توجهات شنقريحة. شنقريحة ما عندوش توجهات وطنية مثل قيد صالح أبدا، ولا توجهات يمكن أنه تكون في نفس توجهات القيد صالح في عمومها، من ناحية الوطنية، من ناحية الهوية، ومن ناحية مختلفين تمام. نقولها لكم على يقين، وجي نهار نحدثكم في هذا الموضوع. لذلك واش راح حبيت نقول لكم، أنه الآن الأوضاع ليست على ما يرام، السلطة عايشة في تذبذب كبير. السلطة الآن هدفها على ما يبدو من رد السول، هذا آه من رد السول، أو على الأقل هناك تيار قوي هو المهيمن، حبي من رد السول، وظهر على لسان شنقريحة، على لسان شنقريحة. لاحظوا فقط، نعطيكم مثال على ذكر شنقريحة والقايد صالح. القايد صالح يتقن اللغة الفرنسية إتقان، ولغته فرنسية راقية جدا، اللي ما يعرف، اللي يعرف عن قرب يدرك هذا. ورغم ذلك ولغته العربية شفتوها كيفاش ضعيفة، لأنه ما قراش في المدرسة العربية، تعرف واحد مجاهد في جيش التحرير، كنت تروحوا للمجاهدين كل تلقوا ثقافتهم فرنسا أكثر من هي عربي، باستثناء اللي يقراوا في الكتاتيب وكذا، حتى لغتهم العربيه لغه نتاع الكتاتيب. كان يقول لهم اللي يكتبوا له خطابات، يقولوا له قولوا حضارات رك 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 راهو نديروا الخطابات باللغه الفرنسيه، يفوتوا في الاعلام يترجموا. قال لهم ابدا، نهضر مع الجزائريين باللغه نتاعهم، خلي نغلط وخلي ساعات كلمات يجوني صعاب، مش مشكل نتعود عليها. وكلف نفسه عناء كبير باش يخاطب الجزائريين الا باللغه العربيه. شوفوا شنقريحة باش يهضر. انا نقولها لكم، هل شفتم يوم القايد صالح هضر بالفرنسي؟ انا نقولها لكم يتقن الفرنسيه، شوفوا التسريبات اللي تحت منه واسمعوا الفرنسيه تاع القايد صالح. لذلك نقول لكم اخواني الكرام ان الامر ماهوش طبيعي. أنا شخصيا أيدت المسار الدستوري بضمان اللي قدمها القايد صالح. أنا وثقت في القايد صالح، الرجل اللي جنب الجزائريين كارثة، وتعهد بأنها لا تساب قطر دم واحدة، وهو الذي حدث حتى غادر هذه الدنيا. هذا يستحق بغض النظر عن ما قلناه فيه سابقا، أنا انتقدته كثيرا كثيرا كثيرا، وكثير من الناس انتقدوه، ولكن ما قام به في آخر، لا يوجد جيش وقيادة عسكرية يحدث حراك شعبي أو ثورة شعبية ضد نظام حاكم والجيش ينحاز للشعب وقطرة واحدة ما تسيج. دائما غالبا الجيش يقتل شوية وبعد ذلك تحت تراجعات. الجيش الجزائري عكس تماما على الجيش اللي كان في التسعينات لما كان حاكمه في خالد نزار وكضباط فرنسا ولا كبرانات فرنسا، كان فرق شاسع. شوف اول حاجه تحدثنا عليها وقلنا الجيش تعلم من تجارب. البعض يجي يقول لي، او كثير يكتبون، انور مالك كيفاش انت في سوريا كنت ضد الجيش؟ انا نقولها لكم،
لو الجيش الوطني الشعبي يتحرك الشارع الجزائري يقتل الجزائريين لكنت ضده ونحاربه ونكشفه في كل المحافل، مثل ما عملت مع جيش بشار الأسد لأني رحت لقيت القتل. ولكن الجيش الوطني الشعبي كان جيش وطني شعبي أصيل. وين؟ أنا أجزم لكم بأن الضامن في ذلك الوقت هو القايد صالح والرجال اللي كانوا حوالي. وديما كنت نقول لكم بأنه في تلك المرحلة كانت قيادة الجيش، كان الأمر يقوم به جماعيا، وكان القايد صالح هو البوصلة. راح القايد صالح تفكت الأمور، الجيش ولا في وادي واحد أخر. هاو يرجع لنا الآن يدير في حملة انتخابية للدستور. على الأقل الجيش كان هنا يحافظ على استقلاليته، يقول الدولة لديها رئيس مدني منتخب ولديها مؤسسات ولديها إدارات اللي يتكلم. ما لا أتكلم أنا، لا أتكلم، ما نتكلمش، خلي المعنيين من الأمر. هو الدرك الوطني، الدرك الوطني إذا عملوا بيان بأنهم سيتكفلون بحماية وتوفير كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات في المناطق اللي يخدم فيها الدرك الوطني. وزارة الداخلية أيضا تعمل وتقول بأنه الأجهزة الأمنية هي اللي راح تقوم بحماية المواطنين وحماية صناديق الاقتراع وإجراء الاستفتاء في ظروف عادية وآمنة. أوكي. ولكن أنت يا شنقريحة علاش تتكلم؟ إذا ما دمت أنت تتكلم معناها ما كانش رئيس، أو أنه الرئيس خلاص، أو أنه هذا الرئيس عجزه على إقناع الجزائريين باش يروحوا الاستفتاء، استنجدوا بالمؤسسة العسكرية باش تقنع الجزائريين بالاستفتاء. هذا 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 هذه الاحتمالات اللي كاينة يا جماعة الخير. رجاء أنا أقولها لكم، أنا راني أتكلم معاكم كمحلل سياسي جزائري للأوضاع، مانيش معارض ومانيش موالي، لا موالي للسلطة ولا معارض لها، ولا عندي مشروع سياسي، ولا أنتمي إلى حزب، ولا أنتمي إلى تيار. أنا راني مواطن جزائري وأعبر عن رأيي مثلي مثلك. الفرق بيني وبينك راني محلل سياسي، عندي باع في هذا المجال، نعطيك في وجهات النظر، أخذت بها فبها ونعمة، لم تأخذ بها فأنت حر. لكن مش حر فقط، لديك كل الحرية إلا أنك تعتدي على حقي في التعبير، أو أني أو تمس لي جزائرية. أنا ما عنديش حتى جنسية أخرى باش نفهمك حاجة، جنسيتي الوحيدة هي الجزائرية، وعندي جواز سفر واحد هو الجواز الجزائري. تقول لي راك عايش في الخارج معناها راك داير جنسيات أجنبية وكذا وكذا. إذا من حقي، أنت راح تجي تقصيني، نحن نقولوا كلمة ما تعجبش الطرف هذا، هذا يجي يسبنا، نقولوا كلمة أخرى ما تعجبش الطرف هذا يجي يسبنا، ونحن عايشين في السب. أنا ما يهمني كي تسب. أنا الحملات اللي حدثت علي على مدار سنوات طويلة، ربما كاين ناس مازالوا ثم يبدلوا لهم يرغوا في الحليب، كي كانت علينا حملات ممنهجة. أنا داروني حتى في قائمة الأنتربول على فكرة، اللي ما على بالوش. طولبنا من طرف أجهزة وحاربتنا أجهزة استخبارات دول كلها كلها كلها، ولكن وصلنا الرسالة. أنا لا تهمني الحملات، أنا نشوف فيهم واحد يجي في الفيسبوك يجي بصورتي أن التقيت مع فلان، ها شوفوا، أو يلتقي في تركيا ولا يلتقي في يا جماعة التقيت مع كل الأصناف فوق الأرض، التقيت مع مسؤولين، التقيت مع 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 ناس، حتى ناس مطلوبين إلى دول التقيتهم وحكيت معاهم، التقيت مع الجميع، من القارات كلها زرتها، من البيت الأبيض إلى الكونغرس إلى كل الجامعات لا تحصى ولا تعد اللي عملت فيها محاضرة. ما تجي أنك الآن تجي تقول وكذا 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 كذا، فيها من اللي زاد البارح ما على بالوش أصلا، ما يعرفش حتى تاريخك، يجي مباشرة يتطاول عليك واحد يقول لي أين كنت يا بني؟ كي كنت أنا نعارض في نظام بوتفليقة ويطاردوا فيا حتى بمذكرة توقيف دولية، كان الآن بعض وجوه الأدعياء نتاع المعارضة كانوا يسبوا فيا لأنني معارض للنظام. أنا فيهم صحفيين على فكرة، أنا ندردش معاكم فقط، فيهم صحفيين الآن اتهموا فيا بأني موالي للنظام وأنا موالي للعصابة. يوما ما لما كنت نطلع في الإعلام، مؤسسات إعلامية وفي الجزيرة وفي غيرها القنوات الكبرى في العالمية،
كانوا يكتبوا عليا مقالات يخونوا في لانني ضد الجزائر، جزائر بوتفليقه. والان هاهم صاروا هم وجوه المعارضه. على كل حال اخواني الكرام، يعني باش نختصر الموضوع، انا بالنسبه لي انا اصابه الرئيس بكورونا او هذا الحجر الصحي او عدم اصابته، هذه كلها علامات استفهام. ما طرحته الرئاسه زاد الغموض، بتغريدة الرئيس زادت الغموض أكثر. الوضع ليس على ما يرام. كل المعطيات تقول خروج شنقريحة بهذه القوة هذه الأيام، وهذه الرحلات المكوكية اللي يدير فيها عبر النواحي العسكرية، أعادت المشهد إلى القايد صالح في تلك الفترة، لأنه فترة في ذلك القايد صالح كان يقود في الجزائر إلى مرحلة معينة. ترى هل شنقريحة يقود في الجزائر إلى مرحلة معينة أم لا؟ إذا كان هو الذي يريد أن يقود الجزائر مرحلة معينة، معناها الجزائر ما زالت بدون رئيس، أو أن الرئيس عجز خلاص فشل ما قدر ما يدير، لم تبقى لهم بإقناع الجزائريين بالدستور إلى المؤسسة العسكرية، أو أن الأمور غير ذلك. كل الأسئلة، شوف ما تقوم به السلطة بهذه الطريقة التي تظن فيها شفافية، راهي زادت الغموض. إذا كان يسمعوا في المسؤولين في الرئاسة أو المسؤولين في الحكومة، إذا كان تشوفوا الشيء اللي تقوموا به هذا راهو يدخل في إطار الشفافية، والله تتوهموا. واللي يقول لكم هذا الكلام، والله أنا كنت جيت من رئيس الجمهورية، الناس هذا من وسائل الإعلام المكلفين بالإعلام كل يطردهم جماعي، لأنهم أساؤوا له، وضعوه في واقع. وحتى المستشارين تبع القاء رئيس الأركان، من المفروض يا جماعة أنت التسويق اللي سوقاته المؤسسة العسكرية أنه في 12-12 كانت انتخابات رئاسية، الجزائريون اللي راحوا لصناديق الاقتراع انتخبوا الرئيس تبون، أدى في 19-12 دار أدى القسم تاعه، صار يمارس معهم، معناها الدولة عندها رئيس، عندها حكومة، عندها وزراء، لم يعد هناك دور للمؤسسة العسكرية معلن. على الأقل تبقى أمر المؤسسة العسكرية تراقب الأوضاع حتى يتم بناء المؤسسات وإعادة بناء المؤسسات. لكن عودة الشنقريحة على الطريقة نفسها يضع علامة استفهام لم يعد مفهوم. أما إذا قد يكون بعض الناس يقولوا لي راك غال، قد يكون هذه العودة عادية هو ما قراهاش، ولكن أنت بهذه الطريقة كما قلت لكم المرة اللي فاتت، البروتوكولات اللي تاع الرئاسه والبروتوكولات في وزاره الدفاع راهي سيئه. راهي انت كي تشوف مثلا رئيس الجمهوريه راح في زياره لوزير وزاره الدفاع، رئيس الجمهوريه راهو في الدستور هو وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحه، يلقى شنقريحه يستنى فيه ثم يدوه، بعد ذلك يجلس اجتماع مع الوزراء مع الجنرالات، وقف الجارد كور نتاعو، هزك الحقيبه اللي يحمي بها الرئيس كي يقع الحجر ولا الرصاص ولا حاجه يغطيه بها، وهو واقف معاه. ايش معناه؟ واحد يشاهدها كما هكذا وش يقول؟ أخليك حيادي وتشوف، تقول أن الرئيس خايفين عليه وين؟ في وزارة الدفاع، في اجتماع مع جنرالات المؤسسة العسكرية. وإذا كان هذا تصرف عادي دخل معاه برك وواقف، قد يكون هذا ما كانش حتى تخوف. هذه بعدين كي تخرج من المفروض يحسب. نهار ثاني كي راح زيارة وقاعد الرئيس والجنرالات دايرين بيه، وحطوا صوروها وخرجوها. يا جماعة لما يلتقي الرئيس الجمهورية مع قيادات عسكرية، الصور لما يجبش تخرج بهكذا طريقة عشوائية، تصور صور وتدرس بعناية فائقة، ولا يخرج للإعلام إلا الصورة التي ما تكونش عليها حتى علامة استفهام. أنت جايب لي الرئيس واقف كيما هكذا، راح يوقع قاعد في البيرو والجنرالات دايرين به، يا ولدي راهو يقراها الناس ألف قراءة. تقول لي لعل الدولة ما يهمهاش، قد يقول لك نحن رانا ماشيين في الطريق وامورنا نشوفوا فيها ما يهمناش. يا جماعه هذه راهي الامر راهي تستغل. نحن رانا نعيش في ظروف، العالم في تحول، العالم في ازمه، العالم في 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 في, في مخاض عسير، العالم جات كورونا راح تقلب الامور. احنا كنا عايشين ما يسمى ثورات الربيع العربي، كانت الدول كلها مهدده بثورات، جات كورونا حولت دول كبرى تمس اقتصادها راح تحولها الى وحش كاسر. ولاحظوا فرنسا كيف سياستها الآن، كيف الوحشية هذه تجاه المسلمين وكذا وكذا، وشوفوا شوفوا شوفوا دول أخرى، شوف أمريكا، وشوف شوف شوف الأمور كيفاش راح تنقلب، الخريطة السياسية راح تنقلب.
دول، كل دول كثيره راح تطبع مع اسرائيل، دول اخرى راح ما زالت تثور فيها ثورات، راح تسقط انظمه وحكومات، ربما يحدث حتى غزو الى دول عربيه واسلاميه. يا جماعه الوضع اسوء مما يمكن تتخيل. لذلك تحتاج انت في الجزائر الى الجبهه الداخليه، الى لملمه الجبهه الداخليه، لملمها. الجبهه الداخليه كيفاش؟ انت تمر بمرحله كورونا، وباء، الفقر، تروح الدولة العميقة الجزائرية يا اخواني، راه والله العظيم ناس لا تملك قوت يومها، ما تقوليش راهي الامور بخير. وبعد ذلك تجي مع جائحة كورونا، الناس راهي عايشة الرعب. اللي نتكلم مع ناس يا ولدي والله العظيم عايشين الرعب، انت ربما راك في مكان مش عايش في مكان اخرين، ناس خايفة. الان يجيهم، تخيل الجزائريين الان هكذا هذا المساء يسمعوا باللي راهو رئيسهم في حجر صحي، إطارات في سامية في رئاسة الجمهورية والحكومة ثبت عليها أنها مصابة ب... إذا كان كورونا وصلت للرئاسة اللي هي محصنة وفيها إجراءات للوقاية وكثير، إلا إذا كان إهمال، ولا أظن أن يكون إهمال لهذا الحد. والحكومة كيف عوام المسلمين، كيف الجزائر، كيف الجزائر العربية؟ إذا هنا راح تخلي الناس وش راح يكون؟ راح يخوفوا، ما نزيدش نخرج، حتى صناديق الاقتراع ما يروحوش يفوتوا. من؟ يخرجوا لك الاشخاص نتاعها، او انه السلطه تورطت. السلطه تورطت في هذا الاستفتاء، ضربت حسابات طلعت لها حسابات اخرى، الان استنجدوا بالمؤسسه العسكريه، قالوا الرئيس في الحجر الصحي، يقربوا الانتخابات، يشوفوا الاوضاع كما هكذا، يبحثوا على اي طريقه لتاجيلها. يبحثوا على اي طريقه لتاجيلها تكون طريقه لا يمكن ابدا، بل العالم كله راح يرحب بها. أنا نشوف الأمور هكذا، إذا كان توما تشوفوا في غير الله أعلم. نحن نتمنى الخير لبلادنا. يا جماعة الخير والله الذي لا إله إلا هو، قلبي على بلدي. وأنا لا أريد، شوف، لا أريد فوضى الجزائر، ولا أريد الأمور توصل مواجهات، ولا أريد نصل إلى حراك شعبي جديد يعيد الجزائر إلى الخلف بعد ما قلنا عام فات راح نمشوا محطة أخرى، نعاود ونرجع. كل هذا، كل هذه الأمور ما أتمناها، لكن هذا الدستور وهذه الطريقة التي تمشي، وأنا من الأول قلت راهي غلطة، من الأول قلت راهي غلطة. أنا كنت جيت مقرب من الرئيس ولا عندي علاقة به، راني قلت له يا سيادة الرئيس، أيها يا رئيس الجمهورية، أوقف هذا الدستور، خلي الجزائر تواجه جائحة الكورونا، الدستور غير مستعجل، الجزائر عمرها ما مشت بالدستور، يعني كي تزيد عام ولا عامين خلات. أوقف، خلي سعى، عفوا، خلي الجزائر تواجه سعى هذا الوباء تاع كورونا، خلي الجزائر تتفرغ أيضا على مخلفات هذه الكورونا، كاين ناس راهي ضربت مدة ما تخدمش، كاين يوميا يروح يجيب لقمة عيشه باليوم. الآن أنت إلا إذا كان هدفكم تمرروا الدستور بأي طريقة كانت، كان يروحوا خمسة ولا ستة يفوتيوا عليه. أنا قلنا هذا كذا، راهو مسار، حتى لو كان يمرر الدستور صدقوني مسار عقدوه بعد ما كان الفترة الماضية، أنه الجيش كان مشابه حكمة لا نظير لها. والله العظيم في فترة القايد صالح يا الجيش تم تسييره بطريقة والله مفخرة، ليس داخل الجزائر فقط بل في كل العالم. تعامل مع الوضع بوحد الحكمة لا إله إلا الله. أنا كنت نبقى مبهور، كل تساؤل يطرح كيجي العشية يديرك الخطاب بتاعه القايد صالح في ناحية عسكرية، والله العظيم يجيب بطريقة كأنه عارفين أصلا حتى اللي يكتب له الخطابات بتاعه، يعني مش يعني وش راح نقول لك، هناك حكمة كبيرة. ولكن الآن أنت ماشي وتخرق في الجزائر، وتبدأ الجزائر في أول نوفمبر اليوم التاريخي، دسترنا بيان أول نوفمبر، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، هذا كلام صبيان. طب والله شوف نقولها لكم، هذا الدستور حتى وكان يمرروه ليس له قيمة في عند الجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.